وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين. جاء ذلك خلال كلمات الرئيس السيسي بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك سعيا مستمرا لتحسين معيشة الفئات الأكثر فقرا. نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعة الأزمة ديت. يعني أنا هقولها هنا، التوجيه للحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير أكثر رجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثراً. أنا قلت بلاش نحن نعمل حاجة زيادة أكتر من كده على المواطنين، وأنا بأكد عليها تاني وبقول أنا بوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية.